مرحبا بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل. تابعنا في الفترة اللي فاتت دورة ألعاب البحر المتوسط، والحقيقة مصر تميزت فيها جدا. حققنا 51 ميدالية متنوعة، 13 ذهبية، 15 فضية و23 برونزية. خلونا نركز مع اللاعب محمد السيد اللي قدر يحقق الميدالية الذهبية لمنافسات سلاح سيف المبارزة بدورة الألعاب البحر المتوسط، ده بعد فوزه على بطل إيطاليا في المباراة النهائية بنتيجة 15-13. الميدالية دي غالية جدا، أسعدت وفرحت المصريين اللي كانوا بيتابعوا البطولة أول بأول. وراء هذا النجاح أسرة بتدعم ابنها في هوايته المفضلة، بيقدروا أنهم يوفروا ليه كل الإمكانيات المتاحة والمطلوبة. خلونا نرحب بوالدته الدكتورة أماني البحيري، والدة اللاعب محمد السيد اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير عليكي. صباح الخير. في البداية صباح الخير، وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتي طيبة ومبروك لي. يعني في البداية حابة أعرف منك، يعني هل كنتي متوقعة بصراحة كده أن محمد يحقق الميدالية الذهبية لمنافسات سلاح سيف المبارزة؟ بصراحة هو مسافر، الحمد لله طبعا كله بفضل الله. هو مسافر، بنبقى حاطين تارجت كده ومش عايزين نقل عنه، بنبقى دارسين المنافسين قبل ما يروح، فغالبا يعني اغلب المنافسين هو قابلهم قبل كده، والحمد لله يعني كان ربنا كرمه وفاز عليهم. ف يعني كنا متوقعين، وطبعا مدربه دايما برضه يعني حاطط له بروجرام اللي هو باباه، برضه مدربه هو والده. هي وطبعا يعني الاتحاد برضو بيبقوا قاعدين معاه قبل كده ودارسين المنافسين كلهم، يعني الحمد لله برضو توفيق ربنا في الاول وفي الاخر طبعا. طب قبل ما يسافر للمشاركه في البطوله دي، حضرتك كنت حاسه يعني قلت له ايه؟ هل كان في توقع؟ هل هو كان ايضا متوقع ان هو يفوز ويحصد الميداليه الذهبيه؟ الحمد لله، يعني الحفلات اللي بينا اخر حاجه قبل ما يركب الطياره، الوعد يا محمد هننفذ وعدنا، ان شاء الله راجع بالذهب ان شاء الله يا ماما، يعني الحمد لله. قلب الام بيحس بالحاجات دي. الحمد لله الحمد لله. حلو. طيب حابه تعرفينا اكتر، محمد كان بيمارس الرياضه دي من امتى؟ يعني انا عارفه طبعا ان والده طالما هو اللي بيمرنه او بيدربه يبقى اكيد انتوا كنتوا داعمين ليه بطريقه كبيره جدا، لكن يعني هل كنت شايفه ان باباه بيقصوا عليه شويه في التمرين وده جاب نتيجه؟ يعني احكي لنا اكتر عن الكواليس، حابين نعرف اكتر عن كواليس محمد. هو انا في مره وهو في لقاء، يعني ممكن اكون انا كأم ما اخدتش بالي، بس مره في لقاء فالمذيعة بتقوله بدأت من امتى يا محمد؟ قال لها انا اتولدت لقيتني في صالة السلاح. وفي صوره كده لمحمد وهو بيبي خالص وماسك سيف وماسك في الصاله، يعني عارفه هو يعني حتى لو هو ما بنمرنوش في سنه صغير قوي انما شايف، ويعني عيني شايفه، كل حواسه شايفه. فهو بدأ من سن صغير، يعني بداية مثلا من 4-5 سنين، وطبعا حياة الرياضي دي بتبقى حياة صعبة جدا طبعا غير حياة أي حد تاني. بيتمرن، يعني عنده تدريبات كتير، بيقدرش يخرج زي زمايله اللي مثلا معاه في المدرسة. لو عنده دراسة، أو يعني محمد في الثانوية العامة مثلا امتحن دور تاني لأنه كان في أولمبياد طوكيو، فامتحن في الدور التاني بعد ما رجع على طول. ف يعني الحياة حياته صعبة، حتى هو في العيد دلوقتي عندهم مؤخر عشان بطولة العالم، يعني هو مش متواجد مثلا معايا النهاردة لأن هو في مؤخر في بطولة العالم. ربنا معاه ويوفقه يا رب إن شاء الله. دعواتكم يا رب يا رب يا رب ان شاء الله خير. ويعني سؤالي الاخير، رياضه المبارزه بالسيف، محمد ما كانش ليه اي يعني هوايات تانية كان نفسه يخش فيها، ليه اختار الرياضه دي بالذات؟ هل بس علشان والده هو المدرب، ولا هو فعلا اقتنع بالرياضه دي وكان من الاول يعني ناوي يحقق فيها بطولات وما شاء الله يعني جاب ذهب اهو؟ الحمد لله. لا هو كان بيحب السباحه من الاول،
هو طبعا يعني عارف في وهم صغيرين لازم بتلعبهم جمباز والعاب قوة وسباحة، يعني لازم يعني الرياضات الأساسية اللي هي. إنما محمد برضو كان بيحب السلاح، يعني كانت ميوله هو من هو صغير جدا كان بيجيب بطولات وبيحقق بطولات، فطبعا ده مؤشر ان هو يعني ان هو ان شاء الله باذن الله يكون ليه مستقبل فيها، يعني ان شاء الله ان شاء الله ومن غيرها كملنا الحمد لله. الحمد لله. دكتوره اماني، يعني عندي ليكي سؤال كأم بقى، يعني انا ما اعرفش هل اللعبه دي خطر ولا لا، بس واضح كده من اللي انا شايفاه ممكن تبقى خطر جدا، بتخافي عليه؟ لا هي مش خطر، يعني بالعكس دي حتى من زمان خالص دي رياضه النبلاء، يعني اللعبه دي مش خطر خالص. يمكن انا استغل ان انا معاكم في البرنامج على الهوا واقول لكم لا لعبه السلاح مش خطر خالص، انت لابسه بدله يعني الحمايه فيها عاليه جدا، الماسك برضو نفس الطريقه، هي مش خطر. بس هي طبعا بتحتاج مجهود كبير جدا لان هي لعبه السلاح دي فيها متغيرات كتيره جدا، فعشان تظبطي كل المتغيرات دي وتجيبي الميداليه، هي الميداليه فيها فعلا صعبه صعبه جدا. فالحمد لله الحمد لله. ألف مبروك يا فندم، وبالتوفيق والتمنيات يا رب دايما بكل الذهب في كل البطولات. كل سنة وانت طيبين ومصر كلها بخير. كل سنة وحضرتك طيبة. كل الشكر دكتورة أماني البحيري والدة اللاعب محمد السيد لاعب السلاح والحاصل على الميدالية الذهبية.